السلام عليكم. سؤالك يا شيخ. ها؟ كما يقول الله عز وجل: ونحن أقرب من حبل الوريد. ملائكتنا عند الجمهور هنا قولان: ملائكتنا أقرب إلى الميت من حبل وريده، وذلك كقوله تعالى في كتابه الكريم: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ملائكتنا. والوجه الثاني: أقرب إليه بعلمنا ومعرفتنا، والله أعلم. السلام عليكم.